السلام عليكم ورحمة الله. جينا نصور لكم اليوم فيلا في منطقة تكشبات. فيلا مبنية على مساحة 500 متر مربع، 5 غرف وصالون، 3 دورات مياه، عندها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة. ندخل نشوف الفيلا. بسم الله. أول ما ندخل على اليمين على طول المطبخ، طبعا جاهزة بدواليبها. نجي هنا على اليسار الغرفة الأولى، ولها مخرج على البلكونة. طبعا الفيلا فيها بلكونتين، نطلع نشوف البلكونة في الدور الأول. عندنا المساحة هذه للبلكونة، مساحة جيدة جدا، وهذه إطلالتها، إطلالة جميلة جدا على الطبيعة وإطلالة جزئية على البحر. طبعا المساحة هذه تابعة للفيلا. طبعا عندنا هنا الغرفة الثانية، دورة مياه أكرمكم الله مع المروش. الغرفة الثالثة، طبعا الغرف مساحات جيدة. الفيلا عبارة عن دورين، نطلع نشوف الدور الثاني. عندنا هنا الغرفة الرابعة، وأخيرا الغرفة الخامسة. دورة المياه الثانية أكرمكم الله، دورة المياه الثالثة مع المروش والبانيو أكرمكم الله. عندنا هنا الصالون، زي ما ذكرنا مساحة جيدة جدا ما شاء الله، وأيضا لها بلكونة. نطلع نشوف البلكونة. طبعا مساحة البلكونة جيدة جدا ما شاء الله تبارك الله، ولها إطلالة جميلة جدا على الطبيعة، إطلالة جزئية على البحر.